كابتن محمد ابو النصر. كابتن محمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك لك طبعا على مباراتكم النهارده مع نادي الزمالك، وعايزه تقول لي يعني رايك، شايف المباراه النهارده ازاي واداء جميع لاعبي النادي الاهلي؟ اولا مرحب بكم بكابتن هيثم وكل الحاضرين في الاستوديو. الحمد لله النهارده يعتبر ادينا اهميه اكتر للمباراه عن الماتش اللي فات. الماتش اللي فات يمكن ما كناش نازلين مركزين في الاول. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده بالاداء، كل اللعيبه الصراحه رجاله وعملنا ماتش كويس وادانا روح معنويه كبيره، وان شاء الله ربنا يكرم ونخلص الماتش اللي جاي ونشوف احنا ورانا ايه الفتره الجايه باذن الله. كابتن ابو النصر، طبعا شفنا اول مباراه كان فيها بعض الاخطاء منكم، لكن قدرتوا الحمد لله ان انتوا في المباراه دي تصلحوا يعني العديد من الاخطاء، وشفنا اداء جيد يعني اكتر من المباراه الاولانيه امام نادي الزمالك. والله بصي، طبعا احنا كانش احسن حاجه الماتش اللي فات، بس كابتن كوتشو جاستي دايما علمنا ان الماتش بيخلص في اخر دقيقه، انت بتحارب وبتحاول ان انت تصحح اخطائك، ما تستسلمش حتى لو انت خسران مهما كان السكور، العب لاخر دقيقه، وده اللي احنا حصل مننا. والحمد لله يعني ان احنا قدرنا في اخر كوارتر ان احنا نعوض السكور وكسبنا يعني، فالحمد لله. طبعا كابتن محمد، شفنا في المدرجات وجود جميع جماهير النادي الاهلي، اداكم يعني دافع كبير جدا، وكانوا يعني الدعم طوال المباراه، شفنا حضورهم كان عامل اللي زي بيشجعوا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وكمان اول ما وصل لعيبه الاتحاد السكندري شفنا كانوا بيهتفوا باسم اسلام طبعا رحمه الله عليه، فكان وجودهم يعني شيء مشرف، وكانوا يعني داعمين لكم لحد اخر دقيقه في المباراه. طبعا الجمهور هو اللاعب الاول في الملعب، الجمهور ده حاجه عظيمه، بتدي روح معنويه للعيبه وبتدي اجواء للماتش والرياضه عامه يعني، هو الرياضه من غير جمهور ما تبقاش رياضه يعني زي ما بيقولوا. جمهور نادي الاهلي طبعا لا غنى عنه، وعن ان هو بيحترم كل نادي وبيحترم كل فرقه. طبعا اسلام الله يرحمه يعني كلنا ما حزنانين يعني، عندنا حزن عليه يعني، وربنا يرحمه، مات في ايام مفترجه. جمهور نادي الاهلي دايما في ظهرنا، وفي اي فرصه بتيجي بتبقى متواجده ان هو يبقى موجود، عمره ما اتاخر علينا، وبيبقى اول ناس بنيجي من الملعب اصلا ندخل الملعب بنلاقيهم ومقعدين مستنينا ومستقبليننا من قبل الماتش يبدا بساعات كتير يعني، فطبعا ليهم كل التقدير والاحترام مننا يعني. كابتن محمد بشكرك جدا، وبتمنى لك طبعا التوفيق والتألق، المزيد من التألق ان شاء الله في جميع المباريات، وان شاء الله نبارك لحضرتك ونبارك لكل لعيبه النادي الاهلي يوم الاثنين، ويحسم طبعا التأهل لمباراه الفاينل ان شاء الله باذن الله، والدوري بتاعنا ان شاء الله، وربنا يكرمنا في اللي جاي. شكرا ان شاء الله. كده طبعا يا كابتن هيثم، كان جميع لقاءاتنا طبعا مع جميع لاعبي النادي الاهلي ونجوم مباراه اليوم، وطبعا ببارك لك وببارك للكباتن في الاستوديو ولكل جمهور النادي الاهلي، والان العوده مره اخرى للاستوديو، يكلم عليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل.